أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر، حيث انتابت الجماهير المصرية حالة من الترقب حول مستوى المنتخب الوطني، لا سيما وأن الجماهير تمني نفسها بأن يتوج المنتخب باللقب الإفريقي الغائب منذ سنوات طويلة. يستعد المنتخب تحت قيادة المدير الفني خفير أجيري على قدم وساق بعدما أنهى المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي أقيمت في الأسكندرية على استاد برج العرب، وتخللتها مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، وفاز بهما المنتخب بنتيجة هدف من دون رد وثلاثة أهداف مقابل هدف على الترتيب. بدأ الفراعنة اليوم المرحلة النهائية والأخيرة على استاد الكلية الحربية استعدادا لضربة البداية أمام زيمبابوي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة. لا شك أن الجهاز الفني استفاد كثيرا من المباريات الودية واستقر على التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها خلال مباريات البطولة الإفريقية. جاء ذلك في الوقت الذي رفع فيه لاعب المنتخب الوطني شعار التحدي من أجل إسعاد الجماهير المصرية التي من المتوقع أن تملأ المدرجات من أجل مؤازرة المنتخب في مهمته الإفريقية الصعبة. بات الجميع في حالة من التأهب والتركيز لتخطي مباريات دور المجموعات، وهو متربع على عرش الصدارة لتسهيل المهمة في أدوار الحسم. الجميع داخل المنتخب يدرك تماما أنه لا بديل عن التتويج باللقب، خاصة بعدما خسر الفراعنة بطولة الأمم الإفريقية في النسخة الماضية في مباراة نهائي أمام الكاميرون. لهذا فإن النسخة الحالية التي ستنطلق بعد أيام قليلة تعتبر التحدي الأكبر في تاريخ الجيل الحالي للاعب المنتخب الوطني. طيب دي كانت أخبار منتخبنا الوطني. عايز أقول لحضراتكم بقى